انا اللي بقول لك بره ال 100 مليون، بقول لك بره. اوعى تفكر تنزل انتخابات جايه. انا عايز شباب مصر. هدي اعضائك يا احمد يا موسى، مش كده؟ ايه يا راجل، حرام عليك. قال لك مش عايز اشوف. مين احمد موسى عشان مش عايز اشوف؟ مش مشكله يعني، بس حد يقول لي واحمد موسى اهميته ايه عشان مش عايز اشوف وبيقول لك انا مش عايز اشوف؟ يعني احمد موسى بيحكم البلد. اوكي، شفت الهبه بقى؟ فساد فساد فساد. شفت نشأة الدين؟ طيب راحوا لموا بقى الورق بتاعهم بتاع الفساد كله وحطوه في شنطة، وهوب يا معلم طيران على النائب العام، بلاغ في كل دول بالمستندات بالمستندات. فساد عد اتحاد الكرة ده بص مفيش حاجة من غير مستند. وراح المحامي خد المستندات وراح للنائب العام، وهو رايح للنائب العام اتسرقت شنطة المستندات. أي أيوة والله زي بقول لك كده يا استاذ برعي، سرقه مستندات فساد اتحاد الكره من سياره مقدم البلاغ. الله، يعني تكثف الاجهزه الامنيه في القاهره جهودها للقبض، ده في الشروق على فكره يا جماعه، في كارثه الشروق، جهودها للقبض على المتهم بسرقه مستندات خاصه بالبلاغ المقدم ضد اعضاء اتحاد الكره من داخل سياره صاحب البلاغ في مصر الجديده. وبحسب المحامي المتر جمال محرم مقدم بلاغ اتهم خلاله اعضاء المجلس بالاستيلاء على المال العام عقب مغادرته لمكتبه بمصر الجديده في الساعه 1:30 صباح يوم الخميس، فوجئ بكسر زجاج السياره. ان 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 يا علي نزل موسيقى الفك المفترس. وسرقه بعض المستندات الخاصه بالبلاغ المقدم ضد اعضاء اتحاد الكوره. واشار المتر محرم إلى أنه حرر محضر لسنة كذا جنح مصر الجديدة، وأضاف إن الحادث مدبر. أن 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 علي، ممكن علي تركز معايا الله يخليك؟ أي إفكت، أي ساوند إفكت علي، أي ساوند إفكت. ولو أنت يا علي مخرج تجيب اللمبة اللي كانت في فيلم يحيى شاهين وزو نبيل اللي كانت تتهز دي. أيوه أيوه كمان يا علي، يا سلام. استنى بقى لما اقرا الجزء بتاع يا دي، استنى انزل صاحب المزيكا الجزء بتاع ازاي اتسرقت من العربيه المستندات. اسمع، وبحسب المحامي انا يا ابني انزل المزيكا في حته كويسه. بحسب المحامي تنزل المزيكا دلوقتي ليه؟ اول ما اجي عند العربيه اتسرقت ازاي؟ خليك مع ايدي. وبحسب المحامي المتر جمال محرم مقدم بلاغ اتهم خلاله اعضاء تعال مش عارف ايه، انزل بقى منزل عقب مغادرتي لمكتبي بمصر الجديده في الساعه 1:30 صباح يوم الخميس الماضي. كنت فين يا علي في الوقت ده؟ سوري. فوجئ بكسر زجاج السياره وسرقه بعض المستندات الخاصه. واشار محرم انه الحادث اعلم مزيك مدبر وليس بالصدفه لاخفاء الادله والمستندات التي تدين اعضاء اتحاد الكوره. علي، يبقى شوبير كان لابس حاجات سودة وماسكين بطاريات، بطاريات الساعه 1:30 يا علي، 1:30 الظهر فيها بطاريات. اوكي، يبقى نزلوا بقى هاني ابو ريده بالحاجات دي وعارفين عربيه المحامي، وراحوا دخلوا ونزلت المزيكا دي في شوارع مصر الجديده. بعض الشهود قالوا انها نزلت، كانوا مش سامعينها. والواد قرب من العربية، عمل نفسه واقف جنبها، وراح ضاربها بكوعه وخد الشنطة. وجال واحد بفيسبا، سوري فيسبتين، موتوسيكل، مكنة مكنة، وطار. مفيش كاميرا محل يا ولا في الحتة دي. ارفع المزيكا بقى، مفيش كاميرا محل، نزل مزيكة التحقيقات بقى. كنت فين يا علي الساعة 1:30 الظهر من الخميس؟ في الجيم؟ حد كان معاك؟ علاء كان معاك؟ وعلاء ده بتاع جيم اصلا. على كل حال، اذا راحت المستندات. عزيزي المشاهد، لو افترضنا ان القصه اللي قالها المتر محرم انها حقيقيه، والله العظيم ما قصدي اشكك في حاجه، لو افترضنا ان الواقعه دي حقيقيه، يبقى اكيد كانت في كاميرا محل، لان العربيه واقفه قدام شارع في مصر الجديده. على فكره شارع مصر الجديده حلوه قوي ولطيفه جدا،
وفي 6000 مليون محل قدامهم كاميرا. طيب ولو افترضنا انها حقيقيه، هيتسال المتر جمال محرم، تشك في مين يا استاذ جمال؟ اشك في مدحت شلبي. يا ابني مدحت شلبي مش دعوه بالموضوع، اوكي. اشك في هاني بوريده. يجيبوا بقى هاني بوريده يحققوا معاه. كنت فين الساعه 1:30 يوم الخميس؟ كنت في العتبه والله، اوكي، عتبه بعيده قوي عن مصر الجديده. لكن انا عندي، سوري مش انا عندي، عشان ما تحسبش على الكلام اللي بقوله ده، لكن في وجهه نظر دراميه تانية. ماذا لو ان المحامي قبض من جهه ما واخفى المستندات؟ صح؟ انا بسال ماذا لو، انا ما بتهمش المتر محرم باي شيء، بس ماذا لو انه اتضغط عليه او ان هو يعني بشكل او باخر قال المستندات ضاعت مني؟ ماذا لو؟ ثم يا متر محرم، هي المستندات دي مش ليها اصول؟ مش حضرتك مفروض مصورها؟ يعني في كوبي منها؟ طب ما تروح تقدم تاني. لكن ما علينا، ايا كان، بعد ما زعقوا الاعلاميين وعروقهم طلعت من رقبتهم بضروره محاكمه الفاسدين، ضاعت المستندات. والحقيقه انا في البرنامج ده توقعت كده، قلت كان حد حاسب اي حد في الدوله، اي حد في الدوله على تهمه ما، كانت حاسب مثلا بتوع صفر المونديال، صرفوا ملايين على موضوع صفر المونديال، خدنا صفر، حد حاسبهم؟ مين اللي اتحاسب في الدوله؟ حد حاسب عاطف عبيد؟ حد حاسب مختار خطاب؟ حد حاسب؟ يا راجل ده مبارك بيتحكم على تهمه غريبه جدا، مبارك 30 سنه حكم بيتحكم على، مش مبارك قصدي، علاء وجمال، تهمه قصور الرئاسه. ايه قصور الرئاسه؟ فيها كام قصور الرئاسه؟ 100 مليون حلال. حاكموا الناس دي على افساد الحياه 30 سنه، مش قصور الرئاسه.